بيكم حلقة جديدة من حلقات صباح وتحدي معلومات كرة القدم. حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا وهي حلقة ما بين تيم نصوحي المكون من عمرو نصوحي وعمر مرعي. وحلقة النهاردة هي حلقة خاصة جدا لأنها حلقة اتطلبت كتير بصراحة من أول ما بدأنا السلسلة، وعشان كده الضيوف مش قاعدين هنا، لأن في الطبيعي مكانهم ما بيكونش هنا، في الطبيعي مكانهم بيكون خلف الكاميرات. ايه ثانيه يا جماعه، في حاجه مهمه قوي لازم اقولها لكم قبل ما نبدا حلقه النهارده، وهي ان حلقه النهارده برعايه بيبسي. لا يا جماعه يا ريت نسمع تحيه للسبونسر بتاعنا بيبسي النهارده، الراعي الاول لحلقات صباح وتحدي معلومات كره القدم بيبسي. في كذا حاجه بصراحه، في ان هو يعني الاستمتاع بان طعمه حلو. المهم انه مش بس طعمه حلو، ولكن في دلوقتي عرض، هو ان كل ازازه 250 ملي او 400 ملي الغطا بتاعها عليه كود، تروح لاي حته في مصر اي واحد عنده مكنه فوري وتقدر تستبدل الغطا ده بكاش باك او فلوس نقديه تاخدها في ساعتها، بتصل الى 5 جنيه لكل غطا مع كل ازازه 250 ملي او 400 ملي. عرض رائع، ودلوقتي استمتعوا بحلقه التحدي اللي يعني بص انا مبسوط ازاي بقى، فتخمن بقى لا يحصل، مش هقول مش هحرق عليكم، يلا انجوي. هم دول الشباب اللي بيقعدوا يجهزوا الاسئله ويجهزوا الحلقات ويجهزوا الحاجات، وفي الاخر يقول لك ان احنا وحشين واحنا مالطو، يقعدوا يتريقوا علينا بعد كل حلقه ويقول لنا بنجيب لكم اسئله سهله عشان انتم ما عندكوش فكره ومش فاهمين ضغط الكاميرا والاضاءه والتايم. ولا يا كابتن مرعي؟ انا معاك طبعا. المشكله بقى ان الاثنين دول بالذات عندهم ثقه مهوله في نفسهم، ودايما فاكرين ان هم اللي سايقين كل حاجه. اتفضل 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 يا كابتن خير الله، اتفضل. واهلا. ايه ده التواضع ده؟ اهلا وسهلا. السؤال الاول بقول لك ايه، هو الناس عارفه رامز؟ هيعرفوه؟ لا شكلا الشكل. انت مش عملنا مع بعض كام حاجه قبل كده؟ واحده بس. مش رحنا فاينل روما قبل كده؟ ايوه بس ادي واحده. السؤال الاول بقى اللي هو عشان الناس بس ما السؤال الاول النهارده هو اليوم اللي انت هتكتشف فيه الواقع بتاعك، ان انت يعني فاهم يعني مش عايز اقول مالط. عارف ليه يا كابتن نصوحي اكتشف الواقع بتاعه؟ قول ليه؟ عشان اخيرا في تحكيم عادل. الله اكبر، في تحكيم فير. ربنا على الصالح والمفتري. ربنا على الصالح والمفتري، اقسم بالله. يعني بالتوفيق بالتوفيق. لا المشكله هو واحد بس، راجل محترم، هو واحد بس اللي بلجاله في الموقف. انت راجل محترم، راجل محترم ليفربول. عندي سؤال. خلي بالك انا اللي مديله السؤال. خليك صريح، مين اكبر نادي في انجلترا؟ عشان بس ابقى قبل ما نبتدي. بص هو اكبر نادي، لا معلش هي اجابه واحده. مين اكبر نادي في انجلترا؟ اكبر نادي في العالم النادي الاهلي. اصيل. اوكي نصوحي، ايه اهم نادي لعب له او دربه جوزيه مورينيو؟ اهم نادي دربه جوزيه مورينيو. ايوه هو. ايوه قول ايوه. انت جاي مجهز معايا. اكبر نادي دربه جوزيه مين؟ نادي ايوه بيلبس احمر. حبيبي انت معايا بيلبس احمر. طب ليه، ايه اهم واكبر نادي لعب فيه ابراهيموفيتش؟ مانشستر. ايه الحمد لله طولنا الحلقه. ما انت مش مشكله بقى، بس احنا هنرجعها بعدين. كابتن يوسف عثمان هو حكم النهارده وهياخد مكان كرسي رامز، وعايز اشوف بقى العلاقه الودوده دي في وسط الحلقه كده. مش عايزك بقى تعصب على حد خالص ولا تقول له تسال السؤال ليه ولا السؤال غلط. انا بس عايز افكركم بحاجه، احنا اللي بين لاعبكم السيزن اللي فات كله، احنا اللي بين لاعبكم. قلت لك من الاول بلاش تخليه هو هيسوق فيها، زي وانتوا صغيرين كده لما ايه بابا وماما كانوا بياخدوكم. احنا اللي بين لاعب. متخيل ده كان قاعد ساكت ليه من اول ما جه؟ عشان وانت عمال تقول له انت ساكت ليه، انت مش في الفورمه، انت زي احنا اللي بنصنعكم كده. ده فيها تجريح كده. بص يا يوسف، هم كده بتوع الارقام والحاجات دي في الاخر بيبقى ايه، هو متعود يقعد في حتته في مكانه ويطلع، انما بقى في وسط الاضاءه والتصوير والتايم ده برضه ضغط وضغط الجماهير والشغب. وريني بقى وانت بتنزف من ودانك. عايز اخليك تنزف من ودانك. يوسف عمرو نصوحي ما يحطش ضغط عليك وانت عارف كويس. حط ضغط على يوسف. انا لا ده عيب قوي. ده ايه ده؟ لا ده شيء بجد والله. لا لا حط ضغط عالي من غير اي نوع من انواع المجامله او التطبيل. ملوش لازمه. انا جاي بقى النهارده عشان كابتن عمرو نصوحي والربع ساعة اللي بيقعدها في كل إجابة دي. اللي حصل الحلقة اللي فاتت ده جاي عشان اللقطة دي. الحلقة اللي فاتت ده كانت تنشنت مباراة. الوحيد اللي ما عنديش عندي معاه مشكلة حتى الآن هو كابتن مرعي. الله راجل محترم. لا اصلا لا 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 في المحل تلاقي علاقات تلاقي. فابقى عنصر المفاجأة بقى ان يوسف عثمان يقبل ان هو يجي. دي كبيرة برضو. كبيرة. لا كبيرة كبيرة بقى. شوف الناس. لا دي حقيقة والله. وانا بقى ممكن اخد الاحترام ده وما اجيبش اسئلة محلي خالص بقى.
انت فاهم؟ فهنشوف بقى. الفقرة الأولى وهي فقرة الهبد. الهبد عشان بس الموضوع يبقى واضح، فاحنا المفروض احنا كلنا مش بقول لهم، هم عارفين احنا كلنا اتفقنا ان هيكون في اربع فقرات قديمه وفقره واحده بس جديده علشان يلعبوا الفقرات اللي احنا كنا بنلعبها في السيزون اللي فات ما يجوش في الجديد وخلاص. عايزين نشكر كابتن عرفي من دبي، شكرا، بعت لنا اسئله وانا زودت شويه حاجات، ولكن نشكره على العظم الكبير، بعت لنا شويه عظم حلوين قوي. اعداد هذه الحلقه كان من صناعه كابتن محمد عرفي اللي نتمنى له كل الشفاء العاجل، واحنا بنصور الحلقه هو عيان ويوسف حط التاتش بتاعه بعد كده على الاعداد. فيلا بينا الفقره الاولى هي فقره انا في حاجه انا في حاجه نفسي ازودها بس يعني دي حطها في اي مونتاج هموت واقولها مش قادر. نصوح جاب مكنه قهوه. نصوح جاب مكنه قهوه. اتفضلوا يا اسد. لو عايز اسال حاجه انت هتسال. شوف بقى اللي جاي يسال بقى دلوقتي. تسال شوف بقى اللي جاي يسال بقى. لو انا اللي هو العادي يعني كتبت الاجابه الصح هاخد نقطتين. لا مفيش الكلام ده. شكرا. تحكيم النزيه قراراته ما بتتناش. عايزك بقى تديني السؤال الاول بقى. تديني بقى ايه بقى كده السؤال السؤال الاول بيقول في الفقره الاولى فقره اقرب اجابه الهبد. لو انت بتتفرج على اليوتيوب اوعى تدوس بوز، هات حاجه كلها وتعالى. على يمينك فريق صباح مكون من نصوحي ومرعي، وعلى شمالك فريق الاعداد المظلوم يا عيني مكون من رامز وخير الله. والسؤال الاول بيقول اكتر لعيب سجل هاتريك في تاريخ الكالتشو هو السويدي جونار نوردال. واخد بالك انت اللعيب ده سجل كم هاتريك؟ تحس ان مرعي بس بيعرف بيقول له ماشي ماشي وخلاص، بيهز راسه وخلاص، ما عندوش معلومات عن الدوري الايطالي اصلا. الناحيه الثانيه شايفين تحس ان بعلق على ماتش جولف. الناحيه الثانيه شايفين خير الله عنده معلومات اكتر. رامز بيحاول يسمع منه ويخلص الوقت. انتهى الوقت. اكتب من فضلك. اوكي ده بيمسح. انا شفته مسح بس الرقم ما غيروش، رجع كتبه تاني كان هو ده. طيب 3 2 1 شوف الاجابات. اوكي 9 كنت قايل لك 8 8 قايل لك 8 وبعدين عليناها ل 9. انا كنت عايز 11 اصلا، انا كنت عايز 24. حاسه اللي هو انتوا واخدين فكره غلط عن السويدي ده لانه سجل 17 هاتريك. النقطه الاولى فريق نصوحي ياخد النقطه. واحد مرعي لو سمحت لو سمحت بالراحه عليهم. لا انت بقى انت اللي بتعمل بالراحه عليهم. دول زمايلك. ها بالراحه عليهم زمايلك. يوسف لا انا احب التحفيل قوي الصراحه. انا التحفيل استمتع بيه، اديله فرصته في الملاعب. بالراحه البرنامج ده لعبه من شويه يا ابني. بس يا البرنامج ده لعبه فيه ناس تيجي تقعد تضحك وتتكلم مش تقعد تعمل عينيها كده طول الوقت. اتبسط يا ابني. لا وبعدين ده ايه ده سؤال الدوري الايطالي. هو شفت لا ما هو انت برضه هو جايب سؤال في الاربعينات يعني قرب لنا جيلنا شويه. الاربعينات ده جيلي. قال لك لا قال لك قرب لنا جيلنا. طيب يا سيدي خد في جيلكم. اكتر لعيب تم تبديله من المدربين اللي دربوه في تاريخ الدوري الانجليزي هو ثيو والكوت. سؤال هنا اتبدل كام مره كده؟ سؤال هنا وسؤال هناك. حلو لسه اسئله ما جاتش بقى انا وانت. ايه ده ايه علاقه والكوت بيا؟ انجليزي ايه مش انت وحش البريمير ليج مواليد يعني برمنجهام. عمرو بالراحه يا عمرو شتت. قلت لك ده تايم. نكتب بسرعه. ها نزل الورقه نزل القلم يا ولد. يا جماعه بيكتب بالياباني والله العظيم. شايف يا ولد شايفك يا خير الله عمال يكتب خو بيعمل حروف خطوط بيكتب خطوط وبعدين يحولها لارقام بعدين عشان يا لعيب. صح انا خايف يكون علميا ده غلط. 3 2 1 ورينا. اقلب 250. اوكي ممكن اشوف ايه ال 400 اللي كاتبها على الطرف. لا بقول هو لعب تقريبا في رينج ال 400 ماتش. 250 خير الله. 249 الاجابه الصحيحه هي 165. يكسب فريق الاعداد. مش قلت لك يلا حط حاجه 60 صح ولا ايه؟ انت كنت بتقول لي 34 صح ولا لا؟ بعد كده مش قلنا مش 165. انا والله كنت كاتب 180 في الاول. هوي كنا هنكسب 71. لا لا لو سمحت خلاص اللي أيوة حصل لو تاخد بالك يا يوسف احنا ما عملناش اي احتفال ولا اي حاجه. الموضوع بسيط. ايوه لا لان ده العادي. ايوه صح عارف بالوتيلي لما قال لك احتفل ليه لما اجيب الجول. في هدوء يعني في ثقه. السؤال الثالث الدوري الارجنتيني اللي طلع مواهب عديده. اوه لا لا سؤال سهل وبسيط ومن جمله واحده. كم عدد انديه الدوري الارجنتيني في الدرجه الاولى؟ دلوقتي ولا زمان؟ لا دلوقتي
السؤال الرخم ده. نشكر عرفي من دبي على هذا السؤال. مرعي ونصحي بيخبوا وشهم بالبرد. طب الناس عايزك الناس عايزه تشوفكم، انت بتصور ان الكاميرات هتصور ايه؟ طيب طيب كابتن عمر خير الله معلق اجابه من تايم 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 ورقتك يا ولد. اوكي 1 2 3 وريني 21 12 والاجابه الصحيحه برضه انتوا خدتوا فكره غلط عن الدوري الارجنتيني 28 فريق في الدوري الارجنتيني فريق الاعداد احتفال صامت. انت عارف احتمال اللي هو ايه؟ احنا حسبنا ان هما الاثنين بيلعبوا صامت الجمهور والله. هما الاثنين ايوه بس مش هما نفس الفرقتين صامت الجمهور والله. بيحسبوا بيحسبوا 2-1 لفريق الاعداد. يعني عملوا كامباك بدري قوي. ده اجابه غبيه شويه. لا فاهم يعني. بعد اذنك يا يوسف سؤال معلش. ايوه يا فندم ممكن سؤال؟ اتفضل. هو احنا لو جاوبنا دي خلصنا الفقره؟ لو خدته اللي جاي انا بس لو خدته اللي جاي هتكتب عندي سؤال تاني. يعني ايه دوري 12 فرقه؟ ده مش دوري هي الغلطه. خد بالك الدوري في فنلندا حاجه زي كده. لا عشان احنا كان في هم فاهمين ان فنلندا زي الارجنتين كده يعني. الدور الدوري بيبقى موسمين في سنه، ففي ذهاب وفي عوده، فده الغلطه هي. لا بس انا عندي سؤال بس ثانيه واحده. ثانيه ده غلطه. ثانيه انت كنت بتهزر. كمل كمل. لا كمل لغايه لما تجيب ده. هلا انا بقول المعلومه عادي. لا دي ما كانتش معلومه، ده كان هزار. خلص هزار. السؤال الرابع. الحارس المغربي حبيبنا ياسين بونو بنابينو بونو بنابينو معلش ممكن تقول الاربعه اقول بونو تقولوا بونو بونو ورايا مفهوم طبعا حقك. الحارس المغربي ياسين بونو حد يقول ده بونو بونو بونو؟ لا في نفس واحد ياسين بونو بونو بونو. الله اوكي. هذا الحارس الموسم اللي ماضي خد جايزه زامورا لاحسن حارس في الليجا. خدها وشباكو استقبلت كام جون فقط؟ ده الموسم اللي فات صح؟ ده الموسم اللي فات. سؤال فيصل ده يجيبه فريق نصوحي ده في الدوري بس. لا الدوري بس وانتهى تايم. ايه واه كتبنا ما كتبوش لو سمحت. لا لا القلم. لا معلش اسحب القلم. معلش معلش انا اسمح بده عادي. الرقم الكبير ولا يهمك يا حبيبي انت خلاص ولا يهمك. يلا بينا وريني. لا هو ايه اللي انت كاتبه بجد؟ وري ايه ده ايه؟ لا ثانيه واحده بقى معلش بقى. 18 والله. ايه ده ايه ده بقى؟ 18 ايه ده بقى؟ كنا كاتبين 20 كتبنا عليها 18 من فوق. 8 اضلاع يعني انا مش فاهم ايه ده. وانت ترضى بهذه الاجابه؟ والله 18 شكرا. انا ما ارضاش بالاجابه دي. ما تتكلمش ما تتكلمش. وريني انت بس كتبته ايه؟ 12. ما طبعا. طيب انا بس هقول حاجه بس أيوة عشان ال 12 اللي تاني. دافع عن نفسك. مورينيو تشيلسي. لا اقنعني ايه اللي انت كاتبه؟ انا كنت كاتب 20 وحملتها 18. انا مالي ليه لا. بقى يا سيدي انا مالي ومال يعني ليه؟ انت ثانيه يعني انت كنت اصلا كاتب 20 ولما التايم خلص؟ لا مش لما التايم خلص كتبت. لا بعد ما التايم. طب هقول لك حاجه احسبها 20 لان كده كده 12 دي بعيده قوي. لا ماليش دعوه تديني اجابتين تقول لي احسبها 20 يا باشا. انا بعتذر لك جدا. انا حكم صارم. انا بعتذر لك جدا ما تزعلوش. النقطه دي كده كده مش هتروح لكم يا ولد. ايوه مش هتروح لهم مع ان انتوا اجابتكم الاقرب سواء 18 او 24 بس النقطه هتروح لهم. الاجابه ايه 24؟ لا 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 ده بس النقطه ايه ده لما وقفت هتروح لهم عشان انت كاتب اجابتين وتقول لي اختار واحده. لا 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 ده زي اللي بيعمل صح وغلط. طب انا لسه عايز اقول حاجه. انا عايز اقول حاجه. احسن دفاع في تاريخ اوروبا لبس 15 جول في الموسم. ايه 12 دي؟ مفيش دعوه. انت كاتب عارف انا كاتب 18 والله. عارف لو ما كنتش كاتب حاجه لما التايم خلص انت كتبت فقلت اوكي ما هو ما كانش كاتب. مفهوم مفهوم. انا رايي رأيي تنسحب. لا 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 مفهوم. هو برضه يوسف ممثل وبيحب يحط السسبنس وبتاع مع ان النهايه معروفه يعني المشاهدين كلهم. انا زي فيلم تيتو كده انت عارف ان هو هيموت بس انا بس طول. عايز اقول حاجه عشان اوضح للساده الجمهور بيتفرج علينا في البيوت وبيسمعونا في الراديو انه انا لو كانت الورقه فاضيه وانت كتبت في اخر انك كتبت بعد ما الوقت خلص لكن انت كنت كاتب رقم على رقم كده كده اللي انت شايفه انت كاتب رقم على فكره طب تغيره بعد ما الوقت خلص. مش مثل بيقول ايه؟ ايه سيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه. يا ربنا يديله طول العمر. انا السؤال الخامس والفيصل في الفقره يلا الاولى. يلا بجد يلا بجد. سؤال لذيذ جدا. سؤال لذيذ وسهل وممتع. السؤال بيقول يا جماعه وانتوا فعلا يعني انتوا مقتنعين انا كمل كمل هو مش في حكم؟ مفيش انا حكم. هو انت كان حد لما بيعترض عليك وانت قاعد هناك انت بتتكلم ليه؟ لا لا لا. انا شايف ان انا فير قوي. يا ريت تكتب لنا في الكومنتات انا فير. السؤال بيقول يلا والله العظيم حلو الحسم ده قوي. السؤال الخامس بيقول لا ما على نصوح كمان استنى انا مرقد له استنى. كم عدد اهداف هذا اللاعب قدام التوب 6 في الدوري الانجليزي؟ جيمي فاردي ولا ايه؟ اللاعب ده هو محمد صلاح بعد ماتش توتنهام اللي هو خلص 4-3. السؤال ده لو تجاوب غلط تبقى مشكله. السؤال ده فيصل يا كابتن ماريو يعني قاعدين هنا في الاستوديو التحليلي معانا شايف الصور شايف الصور. بص بص انت مش قصدك السنه دي انت قصدك عامه في عامه. هم عارفين كده. اوكي التايم خلص وريني يا صاحبي. رقم واحد اهو مش مشطوب عليه 30. اوكي 30 38 يعني ايه الرقم اللي ب 30 لو في النص يبقى الاثنين متعادلين كده 34. اوكي لكن الرقم مش 34 الرقم هو رقم وجنبه صفر
يعني اهداف محمد صلاح ضد التوب 6 50 هدف. كسبنا يلا بينا نفوز وجبتوا بعد دول. انا قايل له فوق ال 40 جول. بقول لك قايل له فوق ال 40 جول. انا كنت كاتب 51 واحد صلاح. رامز قال لي ده كده كله. هي دي المشكله. مش في كام نفتين ميتك. انا حاسس لا لا حبيبي رامز. لا بس هو سؤال عادي جي جي. لا بس 51 في الدوري بس. ايوه هو مثلا لما مؤاخذه انا يوسف جاب بتاع 13 في يونايتد يعني صباح الخير كده. انا شفت لك في 4 في 2 يونايتد. طيب ماشي. وتوتنهام كل ماتش جونين يعني. وهكذا يتحرك كابتن ماجد. اول مره ناخد اول مره ناخد طبعا انت عارف خدتوها ازاي مفهوم طبعا. هو مش كان بيقول كله شاف يا جماعه. هو مش كان بيقول يا جماعه كل الكاميرات اعتقد انه كله شاف كسبوا الفقره ازاي. يا ريت المونتير صاحبنا يبين لي التكنيكاليتي اللي اديت فيها النقطه ويبين ان هم كانوا كاتبين اجابتين فوق بعض. لا ويا ريت نبين الرقم ونشوف بقى احنا المفروض نفهم الرقم ده ازاي. عارف الناس في الميمز اللي بيكتبوا فولس وترو يكتبوها نفس الكلمه وعشان ايوه عارف انا الناس دي. انت عارف انت لو خدت 18 احنا نكسب. خدت 20 احنا نكسب. خدت 28 احنا نكسب. هكذا تنتهي. خدت 38 احنا نكسب. الى الفقرة الثانية. مش عارفين نسمعه. انا اللي هبقول للكاميرا. انت عامل كمية دوشة غريبة. انا اللي بقول للكاميرا حضرتك. انا متفق. حضرتك. يعني انت جيت قدام الكاميرا. يلا. هتاخد الاضواء بس يعني. ماشي. عشان تبقى تحس بينا وانت قاعد هناك. وهكذا تنتهي على الفقرة الاولى. واحد تيم نصوحي 0 لفريق الاعداد. كابتن ماجد يجي عندنا والى الفقرة الثانية وهي فقرة الباسورد تشالنج. الباسورد تشالنج. جحيم بيطلع خلف الكاميرات العيال من جوه. ايه انا شبه الشياط من عند خيال الله. بس عايز اقول شبه الشياط اهو والله شبه. هو ممكن يكسب حلقه النهارده بس بقيه السيزون هيعمل فيه ايه ورامز ورا الكاميرا. خير الله انت فاكرني هعدي السبعه بتاعت ليفربول دي بالهدي. اوكي باسور تشالنج. اول لعيب شوف مين عايز يطلع. مين اللي هيلعبني؟ علمني بنعملها ازاي. انت عايز مره كمان لا 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 تجرب تاني يا عم انزل. مين اللي هيطلع؟ انت مين اللي هيطلع ده اللي مين نطلع انا ورامز وانتوا الاثنين. اه اكيد اه. تعال عشان تاخد وقتك مفيش بقى جو. لا ارجع اشوفه. لا ارجع اشوف ايه ده راجل معجم قروي. يليه هو اللي هيبدا. في فكره في بالي بس. لا 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 ده من الكلام يا صاحبي. وانت من هنا ورايح وانت جديد من مفيش بقى الكلام والرغي والحاجات دي ممنوع الكلام. يجي يقعد قدام الكاميرا والمصحف هتبقى عسل. بص جازز ازاي قصير. عندي بس حاجه. احنا قلنا لازم المعلومه تكون صحيحه. هل دي معلومه صحيحه يا سياده الحكم؟ ايه انا تقديري ان هو قصير. بعدين قصير دي ريليتيف يعني انت بتقارن. اه صح يعني. بس هو مش قصير. معلش انا شايفه قصير معلش. يعني لو هتقول معلومه هبله يا ريت تقول معلومه صحيحه. ها عندك تخمين؟ هو انت مش لسه حالا قايل ان انت مش متعلق على الحكم. ماشي لا ماشي. هو قصير؟ انا أيوة. شايفه قصير. خلاص قال لك شايفه. نص توريرو ولا توريرا مش ده قصير بجد. بدات التايم صح. اوكي اه هو قال اه ده يعني بيضرب يعني ألم حسب ألم في ألم. كام؟ الله ده بيبدأ يستخدم فيفا. يا مهدي يا يوسف لا تتفحوا على العيال. أوسكار مونديال مودريتش ديربيكو. أنا حاسس شتيمة بس ماشي ماشي. انا هرش دول لاتيني. انا مجمع بس مش فيش خالص. واحد بص انت مش هتصعب على حد بينهم. انا مش ما تقلقش. لا انا عشان الجمهور بحاول اصعب الجمهور. مخدرات. ايه ده انت يا ابني جايبينك هنا تبهدلنا كونك مدمن مش حاجه انت فاهم. جاسكوني. طيب تمام. ناركوس. بتعمل ايه يا رامز؟ بتقول له ايه؟ هو ناركوس ده مش اسم؟ لا ده اسم مسلسل انا شايفه عادي. انا معلش الحلقه دي فنيه. خد بالك مسلسل على نتفليكس شاهدوه موسم 1 و2 حلو قوي. لمين اديني كلو كده. ملكي جيمس رودريكس. صح. حرام عليك. حرام عليك ايزي. حرام عليك يا مرعي سهل قوي. بس هو قال ديربيكو. انا رايح ايفرتون. انا إيفرتن. واقف يا ابني سيبك منه بقى خالص بقى. انا بقول لك مونديال. طب انت ليه تحسها شتيمه ديربيكو دي بس. ما انا قايل لك مونديال وكولومبي مفيش غيره. يلا بقى انا جاب الجون العالمي ده. احنا ايه انا جاي اطلع كل حاجه حصلت فيا. انت واقف على قفاه. تسعيناتي. لو ما عرفتوش هفش عليك. تسعيناتي دي مش رقم.
لا انا بس بفهم. ايوه انا أيوة انا مش شايف لك التسعينات. لو ما كانش عين الاكزامبل انا لسه قايل لك دلوقتي نقول تسعينات. انت ممكن لو قلت تسعينات ايه ده؟ لكن قال تسعيناتي يعني. انا لسه قايل لك دلوقتي. طب وبقيه الجمله اللي هو لو ما عرفتوش عليه حسيت محمد فؤاد كده فاهم؟ مش ولا مش هي كلمه واحده ولا ايه؟ لا 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 انا كنت بستظرف عادي طبيعي قوي. لا تستظرف فصوحت بره. هو انت كنت متخيل ان هو ممكن يعرفها لوحده يعني؟ سهله قوي على فكره. طب خمن يا عمرو. ماشي عندي طيب اول الدور انا سامح بيها لذيذه دي حلو. ياسر ريان. امريكا. ده البلد مش هقول بلد. لا انا سامح بيها كمل. لا ما ينفعش. انا سامح بيها. لا 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 والله جميله امريكا دي. ما ينفعش ما ينفعش. امريكا عادي ما ينفعش تقول بلد. ما كنت ممكن اقول. طب خمن حاجه كده. لا لا ما ينفعش خمن. طب ما تخمنش خلاص. انت خدت بالك انك دلوقتي عدلت على الحكم عشان انت كنت لسه بتقول. ايوه صح يا ابني. دي القوانين الاساسيه. انا بس بفهمك كده. انا بس بقى دي القوانين الاساسيه الصراحه. لا القوانين الاساسيه. ما الدور اللي فات ما احنا انت بتقول مخدرات وانا بقول لك ناركوس عشان ما نقولش كولومبيا. صراحه صح صح. مونديال. ماشي روماريو. يا ابن اللعيبه ازاي 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 فعلا. معلش يا كابتن نصوحي ممكن تورينا التريننج ورا الاجابه دي. هو انت اللي بتقول ازاي بعد الحلقه اللي فاتت؟ تاكد انك عايز ده ازاي بجد والله. انت انا لسه لعلمك احب اقول ان حلقتك بتتمنتج لسه بادين فيها والله العظيم. فلو كنتوا غشينه والمصحف والله هات الكاميرا عليها تلاقيني. طب معلش نحيي على روماريو دي. نحيي خير الله على الروح الرياضيه على امريكا. ونحيي عرفي هو اللي مختار روماريو. هو قال امريكا فانا رحت كاس عالم امريكا فاول لعيب جه في بالي روماريو. بص بص غلس ازاي. سكوديتو. لوكا توني. ماسك. اوزيمان. يا ولد من اللعيبه. يا ولد يا ابن اللعيبه. يا ولد حلو يا عم. حلو حلو ميرسي يا رامي. شكرا. حلوه حلوه حلوه. انا مجنون دوري ايطالي. انا عارف السحر ده من ادزوني. مجنون دوري ايطالي. مرعي اللي هيبدا جو. الفيناتي. روبرت بيريز. عجبني ان رابط باصص لك او مستني منك انت. انا بس مستغرب قوي يا ابني اللعيبه بس تمام. يا ابني بتريق بهزر. ايه تقول دمك ده في ايه يا صاحبي مالك في ايه؟ لا انت غريب قوي. انا بهزر والله. يلا طيب مش فاهم الهزار. انت انت جيت هنا بيضحك تاني. التايم يا ابني من الاول اهو. يلا طيب. بحبه. نعم كلمه جميله ما عنديش مشكله. بموتو بحرام. كوتينيو. ماشي بيكون حب اخوي بس. واللي بيحبه بقى هداف. اندي كارول. انت بتحب اندي كارول؟ جميل لعيب اسطوري. حاجه غريبه قوي منك فعلا. تيشيرتي. ايه رش؟ قول يا رام. قول يا مرعي. انا عندي واحد ملكي. مايكل اون. يا ابن اللعيبه. يا ابن اللعيبه عدلتها لي عدله. انا كنت هقول ايميل هيسكي. لا انت اللي عدلتها له. انت اللي انا عندي كارول. كنت هقول ايميل هيسكي بجداله. ما اعرفش ازاي قلت كارول. ليه اكون بحب دول؟ ما اعرفش. لا بقى ايه الانسان اللي يحب عندي كارول؟ لا هيسكي اوكي يعني هيسكي عمل انجاز. قلت انا كنت عايز اقول هيسكي اصلا بس لخبطت قلت كده. النتيجه 3-1 لتيم نصوحي. وطيب مين تاني؟ واللعيب الخامس. اه ده دوركم صح. انت متضايق دلوقتي؟ لا لا ايزي ايزي بس متضايق. لا مو يعني لا النتيجة 3-1 ولو جبنا دي نكسب لان الفقرة مكونة من 5 أسئلة. ماشي ازاي فقرة من 8 أسئلة. 5. هو مش في حكم. كام فقرة يعني؟ بص كام سؤال في الواقع اتفقنا تبقى 5. هي طول عمرها بقول لك ايه بقول لك ايه. هو في ايه يا جماعة؟ ما تردوش ما تردوش. انتوا بتحاولوا تخرجوني يعني؟ لا 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 ابدا والله ابدا. تعمل نمرة. خلي بالك عشان هو حس انك بتنهار تحت الضغط. ما قدرش. مش ما قدرش. لا ما اصل انا نفسي حسيت ان هو يا حبيبي. لا اصل كده احنا هوبت يعني. شغاله رخيصه قوي يعني. تصدق انه جه معايا المشوار يعني. انت بتبص فيه. بفكر يا عم في اللعيب اللي في لعيب أيوة بنلعب لعبه. اه فكرونا. مهاجم. سيد حمدي. ما عنديش وقت افكر. انا انت لازم ابص في. عايز نروح نبص في البتاع ولا لا؟ مفيش نبص في. انا جود عشان انت مركز في الافير الرخيص اللي انت عملته. ما ينفعش نبص. لا هو تسال الحكم. انا ما اعرفش. مفيش بقى الجو بقى نرجع نبص في الحاجات دي. انت لازم تقول حاجه. فانت هقول ما لازم اقول معلومه. لازم كده ماشي قوي يعني. ماشي حاجه صحيحه عن اللاعب. اه هقول حاجه صحيحه ومهمه. قول. اسمراني. انا بلعب فير والله. انت راجل محترم. شكرا. الفينيتي. كانوا ماشي قرتنا.
فلافيو ليجا ايتو مش عارف ليه حاسس اني مش فاكر مش لاقي حاجه غير ايتو فعلا ما لعبناهوش نص مسلم كانوتي صح يا لعيب صح عايز اقول مسلم دي هتفرق ما لعبناهوش يعني ما انا مش عايز اقول مسلم انت عايز لك مراهنات مسلم بس انا قلت مسلم وانت جبتهاش هو هيجيبها بس انت كنت هتقول كانوتي لو كنت قلت مسلم لا ما جاش في دماغي لو كنت قلت مسلم كنت هقول كانوتي طبعا بجد والله ايوه 100% وعمر كانوتي يعني 3-2 3-2 والسؤال السادس تسعيناتي لا حول ولا قوه الا بالله على عجبني كاسيت فاهم البوم مش كاسيت عفت نصار انا حاسس ان احنا هنبتدي نحضر السؤال اللي بعده لان انا مش معاك في لا 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 ايزي 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 ده في نقاش بيحصل خد بالك اللي كان بيعترض ده بس ركز انت بس عايز تقول حاجه تانية يا رامز طويل تاني عبد الحليم علي الجون بدر السيد يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يس يا عمرو فيه يا عمرو يس ايوه ليه مستني يا عمرو عشان بفكر في مليون جول فاكرك عارفه اعرف منين يعني انت شفت انت بالك في دماغك هو يعرفه يا مان انت يا جماعه انتوا جايبين ثلاثة من تاني كلو اصل انا مش عايز احترف يا عملت فيلم يا مش لعيب يعني لا انا افتكرته حد بقى لا استنى استنى السيد ده معروف قوي هو انت يا ابني اللذينه بتجيب وائل زنجة نادر السيد مش لعيب انت شايف يا ابني وائل زنجة انا بتكلم اهو بتاع وائل زنجة وائل زنجة هو ده اللي مختاره واحنا كده 4-2 4-2 السؤال الجاي هو الحاسم لو جبتوه بالظبط تفضل يلا السؤال انا كان نفسي اقول شوبير كنت هتعمل ايه كنت هحاول اسند لرامز بس مش عارف بقى مهاجم تامي ابراهام اوه بيلعب لي على الوتر الحساس عشان اسهلها له طب يلا خف تظلك ماشي طويل اسمه ايه ده يارميلينكو ده ولا اسمه ايه محنك يعني مجنون يعني عايز اجيبها من اول مره اللعيم الفينيتي مستر روي بتتابعه بيتر كراوتش انا عرفت مين التاني بس مش هو لف كيف حاجه تسهلها لي عشان مش عارف اتزوري فيري يا ولد فيري انا كنت عارفه من الاول بس هو مش طويل قوله خلاص بس هو مش طويل قوله بس طويل يا عم يعني بس انا بحب فيري قوي يعني بس طويل دي اللي هي يعني بالظبط يعني كراوتش ايوه ما انا عايز اقول طويل عشان ما تسهلش قوي لو هو قال لك ايطالي تروح انت لوكاتوني مثلا فعايز اسهلها بس مش قوي هو طب احنا كسبنا كسبنا بص على اللوحه بص على اللوحه تيم صباحو نفسه مفتوحه بص على اللوحه غني على اللوحه تيم صباح ونفسه مفتوحة ايه اللي حصل عندكو ايه ايه ما تسمعونا حسوكو ايه ده الفقرة يعني معيش ايه ايه لازم تعيش اكمل معاك يا كانت تبقى حلوة الصراحة ايه اللي حصل عندكو ايه ايه ما تسمعونا حسوكو الفقرة التانية تنتهي بفوز ساحق لتيم نصوحي وشكلها فيها تلاتة صايمة خمسة ناجي شكلها فيها تلاتة صايمة للمرة الأولى خير الله كان نفسي أشوف تلاتة صايمة من زمان وهكذا تنتهي الفقرة التانية ويظل ماجد هنا وندب إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة أنا مين أنا مين وهدي فقرة الأسئلة فقرة السؤال أنا متخيل إن عرفي هتلاقيها في دي مطلع بلاوي بلاوي طبعا ويوسف هتلاقيه مطلع بلاوتين بلاوتين اتفضلوا إلى الفقرة الفقرة الثالثة وهي فقرة أنا مين وعايز أقول لكم حاجة يعني يا ريت يعني لو رجعنا الحياة اللي فاتت أول حاجة أنا مقدر جدا لأن القعدة بجد والله عظيم قدام الكاميرا بتوتر ومع التايم وكده والأجواء بتوتر وبتخلي الواحد ينسى وتاني حاجة عايز أقول لك حاجة بس لو رجعت الحلقات اللي فاتت هتلاقي إن إحنا ياما كنا بننسى هو اللي بيغلس ورجعنا كسبنا 3-2 مش حصلت؟ ياما حصلت يا ريت تحاول تستوحي شكرا للتشجيع من الإلهام بتاعنا كابتن رامز حاسس طب ما هو طول ما الحكم بيديكم نقطة نعمل إيه يعني حاسس بمرارة في بقك كده انا احرزت فوق ال 120 هدف مع الانديه الايطاليه اللي لعبت معاها ولكن ما كسبتش معاهم ولا بطوله 120 هدف في كل البطولات ولا في بطوله يوسف ممكن نعيد الكلو لا
لا لا ينفع ينفع ينفع. مش عايز والله يا ابني. يعني مش عايز؟ ينفع لازم تعيده. وربنا ما عيد حاجه. عيده لك انا. اه خش يا كابتن ماريو سمعنا. لاعب سجل ايه ده يا ابني ماريو اللي هيقول؟ لا كابتن ماريو. كابتن ماريو هيقول كله عشان حلو. اتفضل يا كابتن ماريو. هو احرز فوق ال 120 هدف مع الانديه الايطاليه اللي لعب فيها بس ما كسبش معاهم ولا بطوله. خدت بالك من الصدمه لما حتى رامز دي بقى عندكم تخمين؟ عند عايزين تقولوا اي لعيب في تخمين للعيب؟ الكلو التاني، انا فزت بجائزه هداف الدوري الايطالي مرتين. دي ناتالي. اجابه خاطئه، ممنوع تجاوبوا غير لما هم يجاوبوا. احنا ممكن نسمع الكلو اللي بعده لوحدنا. اه وتجاوبوا معانا دلوقتي وقت نسمع ده. اه لو عايزين تلعبوا صلح دي اللي هي صح يا بدح يا ابني. نعم بقى يا عم. اه بس بس سهله. يلا تايم خلص. الكلو اللي بعده احنا معانا الدقيقه، ولما تخلص ممكن انت تجاوب. الكلو التالت، انا لعبت مع لاميلا، كانسيلو، ديبالا، بيريزيتش، باريدس وماركينيوس. اول ما التايم يخلص انا ينفع اقول على طول من غير ما تقول حاجه؟ أيوة. ما تركز بقى. فريق الاعداد متحمسين. اه يا كابتن مارك. لا ومتحفز متحمس. اه بص على التايم عشان عنده اجابه جاهزه. تخيل علفوا يقلبوا الفقره دي، والله دي مفاجاه والله. يموت على الاجابه ده زي انا لما بقعد كده برضه والله. كده كده خلينا نسمع الكلو الرابع. مش هيعمل بقى لما كنت بقوله بقى كنا جاي يلا من هنا. لا خلينا نسمع الكلو الرابع. اللاعب هو اديسون كافاني. غلط. استنى 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 استنى. لا 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 مش بقى انا محتاجين. طب ماشي ماشي نسمع الرابع. ممنوع تجاوبه غير لما كلو الرابع زياده. هو ممكن يجاوب دلوقتي. اه ممكن طبعا بس هنسمع الرابع. هنسمع الرابع. انا محتاج. انا عارف ان انت مش محتاج، انت جامد، بس استنى الرابع بس. عندكم تخمين؟ لا ما عندناش. اديني الرابع بعد اذنك بسرعه قبل ما ينطق. هموت اقول الاسم فاقول. يبقى تقوله. استنى خليك راجل وقوله. خليك قد كلمتك يا وحش الدوري الايطالي يا ايكاردي. كنت استنيت إجابة صحيحة. أنا شايف في حماس أهو. شاطرين يا ولاد، برافو عليك. لازم تدي حماس. أيوة. وتدي فوق لقمة كده. أيوة. قبل ما في مثل كده بس أنا مش عارف إيه هو. هو ده أنا، أنا بقوله أنا بقوله. عشم الكلاب قبل ما تهرسها. على فكرة هو اللي لابس شيرت عليه كلب، خلي بالك كلامك جرع. أوكي اللعيب التاني، أنا كسبت الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس إنجلترا. خير الله بقى في دماغه ثلاث لعيبة. دوري الانجليزي، دوري ابطال وكاس انجلترا. ماشي احنا جاهزين نسمع كلو اخر. اوكي جاهزين يلا بينا. ماشي كلو التاني. انا عرفته بس يعني قول واحد كده. كلو التاني، قيمه انتقالي من النادي اللي انا يعني كنت شاب فيه وتربيت فيه في الناشئين للنادي التاني اللي انا رحت له بعدها على طول، كان في نزاع وكده والمحكمه الانجليزيه حددت سعر القيمه دي كتعويض 4 مليون باوند. دي قصه عرفي مش كلو بس تمام. نقول تاني الكلو كده بسرعه، ان في قيمه انتقال للنادي اللي هو كان طلع فيه من الناشئين للنادي التاني اللي راح له بعد كده، وكان في الوزاي اسمها لويالتي باين ولا ربوه فخدوا خير وحاجه كده. فالقيمه دي المحكمه الاخيره جيمي كان حلها لك عرفي 4 مليون. انت عارف انا قال لك مين؟ اطلبوا اكل هنا ايه بقى؟ نطلب وش. اوكي الوقت خلص. حد عنده تخمين او اجابه؟ نو no. اه لسه هيجي. انا لعبت لويست بروميتش وترابزون سبور التركي وبيرث جلوري في استراليا. حد عنده اجابه؟ انت عارف؟ اه طب ستوريدج. اجابه صحيحه. دانيال ستوريدج جايب له لعيب ليفربولي. يعني عرفي الليفربولي جايب له لعيب ليفربولي. جايب له قبليها ايه؟ مورو ايكاردي اللي هو ما هو قاعد جنبك. مين يعني؟ ايه المشكله ده؟ ما هو مرق ليفربول. فين السؤال المحلي بتاعنا؟ انا بس صعبان عليا اخر سؤال كان حلو. انا كنت السؤال المحلي بتاعنا. خلاص وخلاص. ايوه كده خدوا فقره. اديهوني عشان الحلقه الجايه. 2-1 سهل قوي بصراحه. ازاي مش عارفين ستوريدج يعني؟ لا هو ستوريدج لعب هو راح منين بقى؟ من ويست بروم؟ لا لا ده من زمان. هو لما راح فين بقى؟ سيتي لتشيلسي ب 4 مليون. انت عايز نعرف ستوريدج لعب ماشي. انت ليه بتقارن ليفل معلوماتك بمعلوماتي؟ ايه اللي جابوك ده؟ يطلع عليك يا خير الله. المشكله عليك يا خير الله. قصدك ايه خير الله؟ ده البريمير ليج وايطاليا هنا، فلازم مش انت وتيم ميتس وتيم وانا مغطي وهو مغطي. ايه المثل تاني فكرهولي؟ 2-1. اه المثل 2-1. وهكذا تنتهي الفقره الثالثه والنتيجه 2-1. تنفس الصعداء تاني كده وبدا يبتسم عشان كان هياخد 3 صايمه، دلوقتي هياخد 3-1 مش مشكله. الى الفقره الرابعه وهي فقره الفقره الجديده اللي هي العمياني دي. لبس صح. لبس صح. ايه
الفقرة الرابعة وهي واحدة من الفقرات الجديدة وهي فقرة لبس صاحبك اللي بيطلعوا فيها اتنين يسمعوا السؤال من يوسف عثمان وبعد كده هيبدأوا ان هم يزايدوا على بعض. بحاول افهم هو مبسوط قوي كل واحد يعرف زين مبسوط عشان انا بحب البرنامج ده وبحب الحلقات وبحب الجمهور وبحبكم والدنيا حلوة يعني مش لاقي سبب تاني. تحب رمز؟ قوي ده رمز ده اخويا. الله لا ايزي قوي رامز خد الثقه. انا اللي هزيد الاول بس عشان بقول لك قبل ما اقول قدام الكاميرا بقى لما نرجع واحد يا واد خد مني الواحد خد مني ايه الهزار ده. احب اقول لك بقى ايه ده يعني ان انت ما تعرفش ان ده ملعب مرعي ملعبه بس هو ما بيحبش يعلن عن هذه الاشياء. لا انا عارف خوفا من الحسد بنحب نقول اتنين. لا هو انا مستغرب ان واحد خيرالله انتوا مجانين يا جماعه. انا عندي فاهم ده تشوف بص خايف ازاي سيبه ينزل طيب ولا ايه شيء ابوتي شاطر ثاني جامد قوي. انا عندي ايمان كبير في خيرالله. لا انا مش متخيلك كده والله والموضوع مش سهل بس خيرالله بيعرف يجيب اي حاجه من خبرتي معاه لغايه دلوقتي فانا هقول ثلاثة. انت متخيل ان انت وصلت بيك المرحله انهم بيعلم يدوك ثلاثة بس وفين القهوه وقعده القهوه وعملنا في القهوه ولعبناها في القهوه. دلوقتي السؤال هو خير الله ثلاثة هيكسب كده كده هيقول لي السؤال. لا 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 خير الله هيكسب كده كده في الثلاثة عشان انا ثقتي في خير الله اكبر من ثقتك بكتير. لا لا ما تعملش حاجات مش مفهومة وبالتالي انا مش هنزل خير الله الثلاثة فمرة هيقول اربعة. لا لا ما انت اكيد اي حاجة في العالم عارف انها اربعة. طب وانت ما كنتش عارف انها ثلاثة؟ ما كانش عارف ثلاث المدربين اترفضوا في الدوري الانجليزي ما انا فعلا بفكر فيها يعني مش قصدي حاجة مرعي سوري. لا مش فارق معايا انت اصلا هو انت بتتكلم على الاربعة بتوعي وانت اصلا كان ثلاثة واصلا وخلعوك. ماشي الحمد لله. طب ده لسه بيفكر لغاية دلوقتي يعني هو اصلا مش ضمنك خالص. رامز محتاجين منك هتديله ولا هتزود؟ ايه يا باشا؟ خير الله قدها. ايوه قولها يا كابتن. لا قدها وايه؟ ومرعي هينزل يقول أربعة. ماشي لا ليه يعني السؤال اللي مفروض تقول منه أربع حاجات في 30 ثانية. أربعة في 30 ثانية. أربعة ويا ريت ما تتكلموش. أربعة في 30 ثانية أي حاجة ها النقطة هتروح لهم على طول. أربعة في 30 ثانية السؤال هو قل لي أندية في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى تايم. ساو باولو كورينتيانس أتلتيكو مينيرو اسمه ايه اللي لاعب الاهلي ده يا عمر في ايه انت متخيل انا مش فاكر ده سهل قوي تخلص. فلامينجو فلامينجو انترناسيونالي فلومينيزي بالميراس البالميراس. انا كنت هجيب 50 واحد صعب. ايوه ايوه بس خمسه كانت مضمونه سته انا لقيت شويه سؤال سهل لا سؤال فلامينجو كان سؤال سهل قوي يا عم. لا لا سؤال صعب سؤال صعب انت لسه بلعب فلامينجو طبعا طب حرام عليك. لا ده انا حسيت ان هو سؤال سهل قوي. طب ما قلتهمش ليه؟ انا بصراحه ممكن اجيب 18 كله. انا قلت اول 10 ثواني اول سؤال تروح النقطه لفريق رامز وخير الله. هي الضغطة بتاعت الطايم انا عارف. حماس حماس حماس. حلوة اتلتيكو مينيرو حلوة. سهلة قوي يعني. ايوة. انا لما جاب التالتة قلت خلاص لان هو. انا عارفه بيعطل في الرابعة. دي الموس ده ما كانش فاكر كولر. كده 2-0. 1-0. بعد ده يعني. لذيذ قوي لذيذ. ممكن بقى وبعدها حافظ الافيهات من امبارح وحاجة تقرب. عمرو اصله في الحاجات دي. لا غبي غبي يعني. خمسة. يا ابني بطل بقى مناصب. ايه ده خمسة وش كده؟ أيوة. تعجبني يلا. تعجبني يلا. ادي لو حاجة ايطاليا مثلا تبقى عالمية. ما هي لو مش ايطاليا تبقى عالميه برضو. طيب بص عشان تبقى فير يعني 6 7 يا ابني شوف يا ابني الثقه شوف الثقه سين همزه الف سئة. عايز اقول لك ان انا نسيت السؤال اصلا. كابتن كابتن الوقت مش لا 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 مع لحظتين كده انا واثق فيك انزل يلا قول السؤال. ثانية ثانية اجهز نفسي. لا ايه ده انت قلت له اول لما قال لي بقول له اول ما يقول السؤال يشغل التايم. بعد اذنك يا كابتن خير الله. ايه ده ايه ده ثانية 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 هو انا لو قعدت ربع يا ابني بيعصبك يا غبي. انت اصلا ما سمعتش السؤال يعني ممكن نوقف الكاميرات اصلا خناقه ما اتخانقهاش. لا جايه لي على طبع من ده شايفين المايند جيمز من كابتن خير الله. ثانية ثانية عشان بس سؤال طقوس طقوس بحب بس افكر كده السوحي لازم يجيب منه 7 بسم الله ان شاء الله في 30 ثانية مش ما تتكلمش بقى. اذكر اذكر ضعف حكام الاقاليم وعارف الحاجات دي. طيب ماشي اذكر 7 لعيبه كسبوا جايزه هداف الدوري الاسباني. يلا تايم ماشي. ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ولويس سواريز وديفيد فيا ولو رجعنا ورا شويه هنقول راؤول جونزاليز وهنقول رونالدو الظاهره وهنقول ثلاثه احتياطي برضو سامويل ايتوفيس وهنقول مين كمان مثلا عايز اقول واحد بس كمان
ما لحقتش. بيل بس بيل ما كسبهاش. ماشي. وديفيد فيا ما كسبهاش. ففي الحاله دي هو قال 7 8. لا ما هو قال زياده، قال بزياده. انا قلت واحد، انا قلت 2 زياده. قال واحد زياده، قلت 8. قال ايتو زياده. قلت ايتو بيل. يا ابني بيل ده غلط اصلا، وكان بعد التايم. بيل وفيا غلط. لا بيل موجود ولا ديفيد فيا موجود. يبقى انا قلت ايتو كسبها كده كده. ايتو كسبها. خلاص يبقى. طيب يبقى هو جاب السبعه تمام. يا لهوي. بعد ستيفانو. انت راجل محترم انك بتعد معايا. ايه ستيفانو اه مثلا. عايز افكر ناس بس بقانون سريع، انك ما ينفعش تقعد تبرطر اسامي كتير، لان الرقم اللي بينزل عليه المزاد مش مسموح لك غير انك تقول 3 لعيبه فوقه. يعني مثلا انا ما كانش ينفع دلوقتي اقول 30 لعيب، هو يطلع منهم 7 كسبوا الدوري، فعشان نصعبها فاحنا متفقين على القانون ده. يلا بينا يا رامز. شايفين طبعا الكاميرا مش جايبه، بس مرعي بيعمل ايه في رامز بعد ما شاف السؤال. 10 12 ايه ده 13 14 بقول لك يالا شكلنا حلو انا وانت كده صح؟ هم بيعلوا علينا بس المهم تجاوب. لا 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 اي حلو هنا انا مكت بقى صح. طب اديني بقى 35. خير الله يجيب 15 في 30 ثانيه. في 30 ثانيه 16 في 30 ثانيه عمر سوهي. طيب لا لا هنزل ثاني. خير الله هيجيب 17. اوه عايز افهمك حاجه، احنا جاي دخلنا في معدل ثانيه ونص في ال ماشي خلاص ما تنزلش. انا بتكلم معاك كانسان على فكره، مش 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 كروبوت يعني، يعني مش لازم تعمل لي كده عادي، اتكلم معايا عادي. انت حر براحتك. هو انت لو ربطوا لك ايديك ينفع تتكلم؟ يعني جرب كده. طب ما ينفعش نعرف كاتيجوري السؤال؟ لا بقول لك يا عمر بص لي كويس، بعيد ان انت محمر قوي النهارده عشان امبارح كان عندي تصوير. لا دي قصه ما تخصنيش خالص. عندي جديد اللي نزل من اسبوعين مفكرك يا جماعه اوت بول. ها كان التصوير بتاعه كان النهارده عشان احنا بنصور زمان. بلج ان بلج ان. انت وصلت لكام معلش؟ 17 17 17 19. انا هسالك سؤال، تعرف تقول اي حاجه في الدنيا في 30 ثانيه؟ 18 حاجه في 30 ثانيه؟ لا انا اعرف اقول حاجات كتير. 18 طالما لا انا عشان ما يهزرش يا ابني استنى. 18 عند فريق صباحو. 18 عشان ما يهزرش والله. 18 عند فريق صباحو يا ابني. ده السؤال بتاع ايطاليا اللي فات ده ما جبتش فيه 18. ممكن يبقى 18 لعيب كوره مثلا مش هتعرفهم. رامز محتاجين رقم. هموت واقول وانا عجيب. انا رايي انك تقول ان احنا لعبنا مرتين وما لعبتوش ولا مره. منظركم وحش. لا هي بصراحه منظرها حلوه قوي وانا قاعد بتفرج عليكم وانتوا بتلعبوا. منظركم وحش يا ابني والله. طب يلا عشان الوقت. وخلي فيها خلي حاجه. لا لا اوكي يا ابني ما لعبتش. صحي لازم يقول 18 19 19 18 نسوح. لا انا صحي قوي خلي بالك. ما حدش يكلمني خالص. في 30 ثانيه وانت ما بصليش. مطلوب منك تقول لي في 30 ثانيه 18 نادي ايطالي. ماشي. يوفنتوس واي سي ميلان وانتر ميلان وتورينو وروما ولاتزيو وسامدوريا وجنوا، وبعدين عندنا نابولي وباليرمو وبارما وساليرنيتانا و و وكرومونيزي. لا كرومونيزي ايه؟ استنى بس عطلت. لا 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 وحش انصح وحش انصح. لا 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 استنى استنى استنى. لا 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 فوجيا امبولي مونزا. دايم الكل كان 15 15 وتروح النقطه لتيم رامز. دي اللعبه مش محتاج تلت في 4 ثواني في 5 ثواني هم اللي ضيعوا الدور. هو احنا كده 2 1 لينا ولا 2 1 ليكوا؟ 10 عايز اسمع 11. خير الله محتاجين رقم 11 عند رامز. متاكد؟ متاكد. طب ولو سبته ينزل مش مشكله. متاكد هيجيبه؟ متاكد ايزي. انا عارف ان هي 2 2. ايه بقول لك ايه؟ انا مش بهزر انا مش بهزر. 12 ايزي 12 يلا. لو راجل تنزل عشان انا عايزه في رامز وهو بيتكلم. انا برضه طيب وانا برضه 13 والنبي تنزل. علي سنه. لا لا نزل. علي سنه. انا عايزه في رامز. علي سنه. رامز يقدر 14. ممكن تسيبه لو قلت 15 هتنزل ومش هعلي واحد. ممكن لو قال 15 اقول انا وهو مع بعض. لا 15 تنزل ومش هعلي. أيوة. طب ما تقول انت 15 وانا اعلي رامز ب 16. لا انا ممكن اقول 20 عادي اصلا. طب ما تقول 20 انت خايف ولا لا؟ مرعي يا ابني. انا والله العظيم عايز اشوف رامز بيجاوب. ده عمر مرعي. كلام كده بالسؤال بيقول لك ايه؟ خير الله والله العظيم مش فارق معايا. محتاجين رقم. بس والنبي انا نفسي اشوف. انا عايز رامز هو يجاوب. وانا برضه الجولات الجايه كتيره. لا مش جايه كتير. الجولات الجايه كتير. لو رامز ما جاوبش هم هياخدوا النقطه. انا ماليش دعوه. لو مرعي جاوب هم هياخدوا النقطه صح؟ انا عايز. لو رامز جاوب احتمال ان احنا هنضحك واحنا بناخد النقطه. عشان الكلمه دي. لا 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 خليك جاوب. شكرا يا 14 عليك يا خير الله بقى. مطلوب منك يا مرعي. يا خير الله بقى يا ابني ما تسيبه ينزل. والله كنت هسيبه ينزل 12. طيب انا كنت فاكرك هتنزله اقل من كده. 12 دي سهله قوي برضه هيجيبهم. مطلوب منك تقول لي 14 مهاجم لعب في الاهلي. تايم راس حربه. فلافيو اسامه حسني احمد صلاح حسني محمد فاروق احمد كشري علي ماهر علاء ابراهيم حسام حسن حسام حسن الثاني فلافيو فيليكس. فلافيو قول ماشي خلاص. فيليكس فيليكس 10
فيليكس محمد شريف شادي حسين 13 شادي حسين محمد شريف وشادي حسين ما انتوا لخبطتوني هو 18 عامه ايه يا جماعه هو الرقم 14 يا جماعه هو يا جماعه الف لافيو مرتين الف لافيو مرتين احسنوا في لافيو ايوه لا بعدين يا جماعه ثانيه خلاص انا خسرت النقطه يا جماعه انا خسرت النقطه بس انا عايز اقول حاجه ما ينفعش وانا بقول خلاص تقعد توقفني و13 ولا 12 واقعد انزل للرقم تاني انت اهلي فلافيو لا وانا عملتلي كده وانا قلت 12 هو بس يا جماعه ما انا وقفته حتى انا كنت بعد زمان حاكم يا مان سهل والله العظيم لما قال لي فلافيو عمل لي كده انا مش عارف 13 اصلا انا مش عارف فضلت واقف معايا بقى معايا شويه معايا وقت يعني حد من السترايكرز اللي في دلوقتي ما انا قلت الثلاثه من طاولات طيب معلش عندي استفسار واحنا لو كسبنا الجايه دي ناخد الجوله لا لا مين اللي هيبدا هل يا ترى هنشوفهم بيلعبوا ولا ما زالوا شغالين بشعار يعني لبس ارجع لورا ارجع ورا كده هو واخد 3 نقط مننا بلعب بخطه مورينيو فروم طب العب هو فورا ما هو بيخسر هو روما بيكسب هو احنا شايفنا كسبانين يعني فاينل اوروبا وبطل اوروبا انت كان بطل اوروبا الوحيد في القعده دي اللي بطل بطل المعارض بطل اوروبا الوحيد في القعده دي يعني اوروبا الكونفرنس بقول لك ارض المعارض مين هيبتدي خير الله سؤال لذيذ قوي بصراحه يعني فممكن نبدا باثنين انت شفت السؤال ولا انت شفت سؤال تاني شفته طبعا بس هو معاه نصوحي ده الفرق انت معاك رامز صح 4 من مميزات مرعى ان ثقته فيا عاليه لا ده لسه 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 5 7 8 وانا بقول 9 شايف الرد بيجي سريع ازاي 10 11 صح ابتدينا باتنين فانا بس مستغرب من حته لا 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 خليك ساكت بقى رامز لا لا ما تقعدش تدردش معايا انت فاهم لا انا بس بفهم ايه ده الرقم ده قلت 11 ها ورينا سمعنا حسك 12 انزل 12 لرامز لرامز الاجابه الاولى لفريق الاعداد انا عايز اقول لك بس حاجه انا كنت انت ممكن تعرفها بس انا عشان عايزه يشتغل شويه يلعب بلاش لا جاي بلاش حاجه ما هو جاي لا اصل هو جاي يتفرج السؤال بيقول رموزه في 30 ثانيه هيخر قول لي 12 لاعب سبق ان لعبوا حاليا لا سبق ان لعبوا في بروسيا دورتموند اوكي طيب لا ماليش دعوه طيب. العب ماليش دعوه العب ليفاندوفسكي اوباميانج مختريان شمزلر شمزلر عارف سولي حكيمي غندوجان رامز انت التايم فاشل بحب ان سولي بيلعب حاليا في دورتموند رجع تاني لو انا سالتك السؤال ده دلوقتي لا لا احتاج وقت لا انت ما قلتش جوتسي ما قلتش هالاند ما قلتش محمد زيدان هي موتره يا جماعه هي موتره النقطه تروح لتيم صباحو كنت هخسر 100% انا اصلا اللي جاي كنت هنزله انا كنت بقى يلعب عشان ما يلعبش لا لا هو لو كان 10 ما كانش هيجيب انا ورامز النتيجه 3-2 يوسف قال دلوقتي ان السؤال ده ليه سقف احنا انا ورامز عرفنا سقف الاجابات هما كام اجابه يعني كام لاعب او كام نادي او كام منتخب او كام بني ادم او كام حيوان او كام جماد المهم يعني ان هو ليه سقف على اساسه هنزي فانا هقول 1-2-3 هما مستقلين بينا قوي ولا بس عنده حق انا مش واحد بيقول لك ليه سقف انزل لا يا جماعه ازاي انت قلت 3 3 هننزل على 3 اوكي يا ابني ما انا بخسر اللعبه دي ثانيه يا جماعه ممكن تريلاكس ماشي لا انت متوتر 3 لعيبه في نفس السنه كسبوا الشامبيونز ليج وكاس العالم تايم في نفس السنه هاري اسود في نفس السنه كسبوا الشامبيونز ليج وكاس العالم انا مش ولا واحد اصلا مفيش خالص طبعا ده 7 ثواني انا ما اعرفش انا مش عارف انا مفكر فيه اصلا قول اي حاجه طيب مش فاكر حاجه خالص طب استنى 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 طيب ماشي خلاص خدت النقطه يلا يا خير الله احسب له 30 ثانيه بس ده فور فور جو 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 في واحد عارف كروس 2018 2014 سوري كروس 2014 2000 صعبه فشخ صعبه سؤال صعب بس السؤال مش ممكن كروس لا ليه 2018 مدريد سوري 2014 مدريد تشامبيونز ليج كروس ما كانش في ريال مدريد في 2014 في بايرن بنسمع بقى الاجابات الحلوه الصح مين ال10 فاران خضيره مكان توني كروس هو الالماني اللي كان في ريال مدريد روبرتو كارلوس اوزيل كاريمبو جيرد مولر اولي هونس خلاص بقى بيكن باور سيب ماير وفي اتنين انا ما اعرفش مين دول بول بريتنر
وشوارزر بينك والبريتنر ده حبيبي. النقطة تروح لتيم الإعداد وكده هما 1 2 3 4 4 2. سوري بس انت كده انا معرفتش ولا واحدة في اللعبة دي. لو جابوا اللي جاية احنا ناقصنا واحدة عمتك. اه تاخدوا الفقرة ويبقى التعادل توتال الفقرات 2-2. انا مبسوط ان انا ما بلعب. يلا رامز انت اللي هتبدأ. 4 5 6 7. هل يا ترى هنشوف خير الله بيلعب النهارده ولا جاي يتفرج بس؟ 8. بحب قوي اتفرج على حلقات صباح وتحدي. ايه رايك اتفرج لايف؟ بصراحه الفيديو من هنا حلوه. احلى من هناك. انت مودك كويس ولا مش مودك كويس؟ انت شايفني النهارده انا ماشي. لا انا بسال يعني هتبدع يعني؟ كنت هجيب 18 بقول لك ايه؟ 9. ما تقعدش تفكر تحلها انت عشان تبقى تعرف تحلها. ما انت لسه انت كنت قاعد تفكر دلوقتي وتسالني. انا بتكلم مش بفكر. احنا بنصنع محتوى. بالظبط. خير الله عايز تلعب؟ مش لازم انا عايز اكسب. انزل يا ابني ما تخليهم يلعبوا. 9. اوكي استنى عشان اعمل الطقوس تكسب دي عشان 9. انت بتوترني يا كابتن. بقى بقول لك يا ابني انا معليها عشان تديها له عشان نلعب. لو قلت حاجه غلط ما تقاطعنيش. سيبوني بقى انا اروح. انت عد معايا يا صاحبي والنبي. نصوحي في 30 ثانيه. استنى معاك 3. استنى يلا مش استنى. استنى لا لا استنى معاك 3 تامن بيهم. انا بشرح لك قوانين بتاع معاك 3 تامن بيهم. مطلوب منك في 30 ثانيه تقول لي برضو زي سؤال الاهلي كده سترايكر يعني راس حربه. ممكن يكون لعب على الطرف في اوقات زي كهربا بس هو لعب راس حربه. ها في العموم في الحياه دلوقتي او زمان لعبوا او بيلعبوا في اتلتيكو مدريد. طيب ماشي. لويس سواريز انطوان جريزمان فالكاو فرناندو توريز كاراسكو ساعات لعب سترايكر انشغل بعدين كوريا موراتا ديفيد فيا ما لعبش الاسمراني اسمه ايه ليمار توماس ليمار وخدنا الفقره الثانيه. معلش ديفيد فيا ما لعبش ليه؟ ديفيد فيا اجويرو اجويرو فورلان. لا لا الفورلان صح؟ ما قلتش فورلان ولا اجويرو. انت قلت فالكاو. انا كل اللي في دماغي ديجو كوستا. مانزوكيتش ديجو كوستا ومان وديفيد فيا ما لعبش ليه يا عم؟ بتلخبط يا جماعه بتوتر وبتلخبط. والصراحه ليمار وكراسكو دي ما كنتش هحسبها اصلا. ليمار لعب والله سترايكر. لا جامد ده بيلعب باك ليفت. انا كنت ماشي يعني في الاول خوف فيليكس دي كنت هحسبها بالحب. لا انا كنت معايا فيليكس. لو كان قالوا يعني كنا تصدق ان انت فعلا عيل واطي ان انت ما عليتش ال10 و11 و12. ده انت فعلا ايه ده؟ اشهر جمله لخالد صالح في السينما كانت ايه؟ انا بابا يالا. انا بابا يالا. ده عشان 2-2. يالا ده عشان 2-2. 2-2. لا مش هقدر. من فضلك كابتن صحي اقفل لنا الفقره الرابعه. مش قادر. طيب من فضلك كابتن مرعي اقفل لنا الفقره الرابعه. رامز على فكره. طب كابتن رامز اقفل لنا الفقره الرابعه. وهكذا تنتهي الفقره الرابعه. مش ديفيد فيا. الكامباك اللي بيحصل في كل حلقات صباحه ولما بيحصل في حلقات صباحه دايما الفريق اللي بيعمل الكامباك بيكسب. الفقرة الأخيرة وهي فقرة ايه هي كانت فقرة ايه بدون كلام؟ بدون كلام. انا لسه مش قادر يعني اتغلب على اللي حصل في اتلتيكو مدريد لان انا مش بس الاسئلة سهلة بس انا بحب السترايكرز في اتلتيكو مدريد. هو فرقة مطلعها سترايكرز والله العظيم لما بتسأل السؤال ويبقى في تايم في نفس الوقت انا مش جامد في اللعبة. معلش سؤال بس هتحسوا بايه لو هم كسبوا؟ انا حاسس ان انا هيخسروا 100%. لا بس لو كسبوا هيخسروا 100%. ده مش اوبشن. يوسف احنا المفروض اصلا كسبنا يعني احنا هو السؤال الصح. حاسس بايه وانت خسران يعني؟ انا بص الفرق بيني وبينك انا بقول لك ان انا بتاعت الاهلي دي لو جبتها دلوقتي انا ده السبب. انت راجل شيء. لكن انا فعلا انا لخبطني لما ماريو قال له رجعها. لا احنا كتبنا اجابه صح. فين دي الاجابه؟ فين انت كاتب 28 وعليها 20 وعليها 18 كلهم صح. فين الرقم؟ بقول لك ايه انا ليه بصيح مع العيال دي؟ يلا بينا الرقم في سيرش مين لعب. ممكن مرعي وخير الله يلعب. لا يلا ممكن حاجه عليك. الجمهور عايزك تشوفك بتبس. انا عادي ممكن اقول خير الله يطلع بس مش لازم اطلع بس. لا لازم تطلع انت عادي تاخد دورك اتفضل. وبعدين احنا اللي نقول لك هتعمل ايه. اوكي اطلع. لا انا بس لو لا فقره التمثيل اصبحت 8 اسئله و8 كروت بس مش 10. خسوا 2 مش عارف ليه. ده فريق الاعداد هو اللي قرر القرارات دي مش انا. صراحه فريق الاعداد عندكم ونفسكم. وطبعا معروف ان رقم 1 هو هسيبه لك وهاخد رقم 4. احنا عندنا كام ثانيه؟ ما حدش بص 45. في الايرين في الناحيتين. انت فاهم ان انا ما عملتش حاجه اصلا؟ انا النهارده لسه ما جيتش غالبا. لعيب دلوقتي
بيلعب في الزمالك. كان بيلعب في الزمالك. في الاهلي. في الاهلي. وايه ده بيعمل كده؟ لعيب قوي؟ ايه ده؟ لما بيجيب جون بيعمل لما بيجيب جون بيقف يعمل كده؟ ده مين سيد حمدي؟ ايه علاقه ده؟ سهله قوي. بقول لك محلي يعني عندي وعندك اهلي وجاب الجون. تقول لي عندك في الاهلي. قلت لك عندي سيد حمدي حلو. لا انا بص انا النهارده مش مبسوط. لا انبسط انبسط. ده رامز هيمثل وهنتفرج عليه. اجابه صحيحه. اجابه صاحب الفعل انه السيد حمدي. مين اللي رايح؟ طبعا نحب نفكرك ان انت ما ينفعش ان انت تتكلم خالص ولا ينفع تستخدم اي حاجه وانت ليك 3 اسامي واحنا لينا 10 ثواني بعديها بواحد. طبعا ده اكيد. بصلي هنا خير الله. بصلنا هنا. لا 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 انا عايز فين السكه؟ كره السكه اللي كانت موجوده راحت فين؟ انا واثق جدا اللعيب التاني. ايه ده هو خدنا مروان؟ اوه يلا. وانت واخدها جد كده ليه؟ جون مدرب. اوكي مرنا احنا الاثنين. مرن كنتوا الاثنين؟ فرقتي مرن فرقتي مرة الدوري الانجليزي. في الدوري الانجليزي مرة المنتخب منتخب مصر. اوكي اشهر واحد مرة منتخب مصر مصري حسن شحاتة. يا راجل ود. لا بصراحة صعب فشخ يا جماعة. التمثيل طلع صعب جدا. التمثيل طلع صعب. اجابة صحيحة. واحد واحد. لا لا عادي جدا. يلا يا مرة. ازاي جايب حسن شحاتة وهي واحد من المرون بتبقى سهلة دي. فقرة التالتة. كنت سبت له هو سيد حمدي كنتش هيعرف يعمل دي. لا مستحيل كده. بس طبعا مش هيعرف يعمل دي. وانا لو عملت له كده هيقول لي بلوتيلي وهيعرف. ايوه شيل. الحمد لله ان انت خدت سيد حمدي. مين سيد حمدي؟ بالظبط كده. ده سيد بلوتيلي. اهلاوي مصري لعيب في الدوري المصري محلي قديم اعتزل. ماشي اعتزل. ماشي مش مهم. هاف بيلعب يمين. انت صغير. ايه ده؟ ايه ده؟ نفق؟ سكورل؟ ارنب؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ماشي. بتعوم؟ في الجونه؟ ميه؟ على الميه؟ قرش؟ سمكه قرش؟ سمكه؟ تعبان؟ ايه ده؟ حوت؟ ايه غطاس؟ دايفر غطاس؟ بيغطس كتير؟ ايه دي؟ غط ايه؟ طايم؟ اوكي؟ ثانية ثانية ثانية. معاكوا 10 ثواني؟ عبر سمكة؟ غلط. مين؟ احمد تمساح. ده تمساح كده. هو انا بقى السمكة افتكرت عبر السمكة. ما تعمل كده بق يا عم. هو انا ما عملتش بق؟ لا هي دي. شفت بقى شفت بقى. لا لا شوف فرعي. لا انا طلعت من الميه كان والله ما عملت. شفت ان الصقر بقى كان صعب. الصقر كان حلو. تمساح ما تلفش الكارت يا محل طفح في الفقره. شفت الكارت يا رامز؟ وريني يا صاحبي. شوف ايه فرقتك. مهاجم في ليفربول بيلعب دلوقتي قديم. بيتر كاوتش. صح. ايه ده الهبل ده؟ اجابه صحيحه. 2-1. ده ممكن يعمل له 20000 حاجه لبيتر كاوتش يعني. لا دي بقى هنخش بقى ممكن نخش في افلام ولا حاجه. هم بيجي لهم حسن شحاته وبيتر كاوتش. احنا جالنا سيد حمدي واحمد تمساح. ورينا ورينا. طيب بدل ما نفهم الفرستريشن ده جاي. الرياكشنات دي ده كده في وقت بيضيع. حكم في وقت بيضيع عادي. الولد بقى يستوعب. يا نهار اسود. ماشي. كيكي بايرن المانيا. لعيب الماني بيلعب ورا باك طويل قديم. بس كده ده اللي انت عندك تقوله قديم اللي هو تسعينات. هو انا ينفع اشوف اسم الفرقه اللي بيلعب فيها؟ لا يا حبيبي. يلا تسعينات ولا الفينات. وكان طويل. متزلدر. لو كنت حتى جبت النقطة غلط كنت هحسبها. لا لا متزلدر. انا عارف اصلي معين. يا نهار اسود. بس حلو التسعينات الفينات دي. هو ده باك ازاي؟ ما اعرفش. انا مش عارف انت. والله العظيم عارف. لا عشان الحلقة دي عملت كوارث كتير كنت لازم المها. ايه بقى؟ لان انا بطلت محلي المانيا دورتموند وبقيت الماني. مش فاكر بس انا فاكر ان هو بدوي. ممكن الجمهور نفهم منه ان انت مشيت كده ماشية وعارف انه كده. لا ما دي ابو كيكس معروف قبل كده دي عملناها عشان نفهم. على فكرة الموضوع ده لازم نبطله برضه. حبيبي ابو كيكس اللي مديها النقط 2-2. بيلعب دلوقتي قبل كده. ماشي. في مصر بيلعب في مصر. اوكي. شعره طويل. مجنون. مركزه ايه؟ ماشي قدام. ماشي ماشي ماشي. روح انت انا جاي. مجنون حاجه. لا ما ينفعش حاجه زي مجنون يعني. بمعنى مجنون.
فلافيو؟ لا. مصري؟ لاعب في الاهلي؟ لاعب منتخب مصر؟ تايم 10 ثواني؟ لا مستحيل طبعا. انت عرفت لعيب مجنون بس؟ لا هو لعيب متهور مجنون لاعب في الاهلي ما لعبش منتخب مصر ولا شكله مجنون. لا هو مجنون. مين بقى المجنون؟ مروش ولا اي حد؟ معرفش. تايم افرطته. انا ما كنتش عارف اعملها ازاي. هي محتاجه بس قصير وقصير واشول. ما اعرفش شكله ايه. انا بحاول اقول لك ان هو اسمه زي مجنون يعني. مش مجنون اصلا. هو مش مجنون. هو مجنون. طب اعمل لي محمد هنيدي مثلا يعني. اعمله زي يوم ورا يوم حبيبي مجنون. لا يا محمد هنيدي مسرحيه عفروت. ممكن تعمل كده وتطلع جن بقى. مش عفروت اللي بيغني كمان. ادينا مثلا عفروت. عفروت اللي بيغني. بس هي مش ماشي. مرعي خد 8. كانت لازم تتمثل. انا ما كنتش عارف اعملها ازاي بجد. جيني بقى ويطلع منه كده يعني. كنت راح تجيب دلاب على الاسم شويه. بس هي صعبه طبعا. ماشي يلا. لعيب مصري ما اجنبي في ليفربول؟ لعب في ليفربول. لسه بيلعب لغايه دلوقتي؟ لا. شعره طويل بيلعب في ليفربول. ايه دي؟ جسم جتة قديم قايم اشول بيشوط حلو قوي بشمال. باك شمال هاف شمال ماشي بيدافع وبيزيد. انا مش فاهم دي. بيلعب في اللعب في ليفربول ولعب فين كمان؟ راح ليفربول. كان بيلعب فين قبل ليفربول؟ ايوه احنا مجنون. ايه دي؟ صلاح. قبل ما صلاح يروح جون ارنريسا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احمر. ايه يا مان ده؟ يا مان ده اللي انت بتقوله. تايم 10 ثواني. احسب. ها شاكيري؟ صح. أيوة. مال انت وحش قوي. انت بتقول لي كان بيلعب فين؟ لا عمرو ما تقولش انت وحش. انت قلت لي كان بيلعب فين؟ بشار بيلعب فين؟ قمت سايبني وماشي. طب هو معفوها ازاي؟ انا اصلا كل ده فاكرها جون ارني ريزا لحد لما كويس اللي انت قلت ارني ريزا. ما قلت ريزا شاكيرا. لا لا كفايه الطريقه دي. انت ممكن ما تمثلش وخلاص. لا ما هو لازم هم كمان ما يجيبوهاش. لازم تمثل. ايوه ممكن ما يمثلش. لا لا فين؟ لا لا العب العب بنظافه بقى. لو جابوها تيم الاعداد لعب مع صلاح في بازل. ايوه يا مان. من انت قلت لي كان بيلعب فين قبلها؟ لا خير الله لو ما مثلتش. لا 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 همثل وانا مش هجيبها ان شاء الله. لا لا والله انا بتكلم مع يوسف. ماشي ماشي ماشي. ليفربول. كفايه ليفربول. هو الفرقه كلها ليفربول اللي عرفت. ايه عايز اركز. قديم بيلعب دلوقتي وينج ليفربول. فرقه تانية. سيتي. تشيلسي. ايفرتون. ارسنال. يا ولد. وباك باك شمال زينشينكو. بس كسبنا. ايوه بقى. ايزي. ايوه بقى. ساعه وربع عشان تيجي من ليفربول لارسنال. لا وانتصر فريق الاعداد. يا لهوي على الوحاشه. علمنا عليهم. انتوا تقولوا عليهم ده احنا كنا المفروض نكسب الفقره الاولى. بامانه كنا المفروض نكسب الفقره الاولى. هي مش الفقره دي كانت 10 اسامي. والله العظيم كانت 10. مين اللي خلاها 8؟ عمرو نصوحي. بص هقول حاجه بصراحه الواحد لما بيقعد قدام الكاميرا والنور. لا 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 جربوع. لا لا والحب نقول ان دي كانت اخر حلقه في سلسله صباح وتحدي وسننهي هذه السلسله بهذا المنظر. احنا كده هزمتنا على التوالي. مفيش توالي بقى. احنا خسرنا الحلقه اللي فاتت. ممكن تنزل على التوازي. التوازي ازاي يا لهوي على القرف ده. انا مش هقدر اعيش معاه والله العظيم تاني. ده انا دايس على وشه في كل حاجه. فانتسي دايس على وشه. تحديات دايس على وشه. قال لك كنتي هيخلص توب فور اترفد. يعني عليه ليه 10 عزايم يجي يكسبني هنا هنا؟ طبعا في عزومه منتجت هو ما بيقولش عليها. ايه هي دي؟ الصعبيه. دي المره الوحيده معروفه دي. بس دي بس دي كان فيها قلب جامد قوي. الصعبيه تصعد للدور الثاني وبعد ما كسبت الارجنتين دوست عليهم. بعدين الصعبيه ما صعدتش يعني مش مشكلتي يعني. بس كسبوا الارجنتين وهكذا نصل لنهايه هذه الحلقه. شكرا يا كابتن يوسف. نحب نشكر يوسف. المفروض بقى السيزون الجاي انا وانت وبعد كده مثلا يوسف ومهدي ييجوا زيزو وبازوكا. يوسف لو فاضي بقى ممكن تبقى تيجي عشان انا حاسه ألذ بكتير. ما شاء الله الله اكبر ودمك خفيف مثلا. وقانون صارم. لا وواضح وما بيقعدش بقى. يقعد يرفنا بقى ومش عارف ايه وكلام من ده. ف شكرا يوسف. شكرا حلقه النهارده. تعرفنا ده فلوس كام لعيب ليفربول. شفت الحلقه فيها كام لعيب ليفربول؟ لا لا في حاجه ثانيه اصلا. دي اشياء سهله قوي. ما ننزلش حلقه. انا رايي كده والله. ولا زيكا. زيكا طير في الايديت بقى خلاص اتمسحت عادي. بص انا ممكن اطير.
وهكذا نصل لنهاية هذه الحلقة. هنزل تصويت على انستجرام مين برنس الحلقة. و اشمعنى الحلقة دي ما قفلتهاش من هنا؟ انت مستقصدنا؟ ننزل يا عم انزل عشان ما تبقاش خربت. مش حاجه نقولها للمشاهدين بس. معلش لا انت فاكر. معلش عايزين نقول حاجه يا ابني. هو انت فاكر نفسك؟ مش هقدر اعيش معاه. مش هقدر. رامز خلاص هيفتح الشانل بتاعته. بس هقول لك ما يفتحها بقى. احنا خدنا سيلفي قبل الماتش وقلنا هناخد سيلفي بعد الماتش. نصوح ان شاء الله ينزل الصورتين. ما تنساش تبقى تدوس على الدايره تظهر هنا كمان شويه وتعمل سبسكرايب في القناه لو عايز. لو مش عايز بلاش. وما تفعلش جرس التنبيهات عشان ما فيش حلقات تانية هتوصل لك اصلا. ولا تعمل لايك ولا تعمل شير ولا ريتويت على فيسبوك ولا اي ريتويت على تويتر ولا شير ولا اي حاجه خالص. يعني اعتبر الحلقه دي ما نزلتش. وان شاء الله يعني نحاول نرتقي. واضح طبعا ان الحلقه كانت احلى بكتير لانها مكتوبه من عرفي ليفربولي. وحاجه حقيقيه مش عارف 18 لعيب 14 لعيب في الاهلي. انا مش عارف 3 14 فيرويت في الاهلي 18 نادي في ايطاليا 14 فيرويت في 10 لعيبه لعبوا في اتلتيكو مدريد 14 لعيبه في فيرويت في الاهلي ديفيد فيلا 14 فيرويت في الاهلي. عارف انت قبل مونير يلعب عشان انا صايع قوي فانا بقول الاسماء واللاعب بقول لك عليه. لا انا بقول لك عشان تبقى عارف انه لا. ايه ده يا ابني الغتاته دي؟ والله العظيم قفل سلام. ده انا يا جماعه سلام. اشوفكم الجمعه الجايه ان شاء الله. لا شكرا.